ناقشت موضوع قراءة ترجمات معاني القرآن الكريم والدراسة التطبيقية كانت لرجيس بلاشا. قلت في نفسي لماذا الغرب يبحث في قرآننا في ديننا في لغتنا ونحن نبقى مكتوفي الأيدي؟ لابد وأن أفتش وأبحث ماذا قال هذا العربي عن قرآننا. وكانت بعمل الأستاذ المشرف حمودي وكل الأساتذة في المستقبل، كل هذه الجامعة المنيرة الخير سعادتي وثقتي لأنني من محبي اللغة والدين والوطن. حفظكم الله جميعا، أنتم حماة الوطن، أنتم حماة الوطن، والجزائر بكم خير بألف خير. أقول للشهداء ناموا حرير العين بهذه الثلة من أصحاب سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هذه أي شهادات، كاين شهادات تكريمية وشهادة ماستر ممضات، إلا أنها لا تعلم ما هي الهدية. تعرف ما هي الهدية على طهر؟ نخلي هذا السي زوال هو الذي يقولها. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد بتواجدي بينكم، وكلما تواجدت في حرم الجامعة ذبت شوقا وحنانا. الحمد لله أننا مع هذه الفاضلة رمز المغامرة والتحدي. وقد أكون من المحظوظين أنني أشرفت شخصيا رفقة أخي رئيس مجلس الشعب الولائي والفاضل مدير الجامعة على تكريم، وأي تكريم وأي ما تكريم. التكريم الأول هو تواجدي معه، لأنها قدوة صالحة ورسالة للجميع، لشبابنا حتى لا ييأسوا ولا يعتبروا الجامعة مصنع شهادات ولكنها مشتلة قيادات. التكريم الذي تقدمت به الجامعة للفاضلة أمنا وأختنا وعبارة عن عمرة مهداة. وأضيف عليها كرما باسمكم جميعا جائزة مالية مقدارها 30 مليون سنتيم من الجزائر. فهنيئا لك، وأنت ابنة مدينة ليست كباقي المدن وحاضرة ليست كباقي الحواضر، مدينة العلم والجهاد، مدينة سيدي عيد. شكرا لك.